عيشبهني إلي أكيد. كريم ما تزعل بس أكيد بيشبهني إلي. علامات كاملة بالمدرسة والجامعة وبالحياة. علامات كاملة صراحة لا، بيهمني يكون اجتماعيا ذكي وشاطر بالحياة العملية. صحة أكيد. ولأنه العلم عم يتطور كل يوم، قررنا نستثمر بصحة العائلة بالوقت الراهن وبالمستقبل من خلال تخزين الخلايا الجذعية الخاصة بالمولود الجديد. وقررنا نعمل هالخطوة المهمة مع واحدة من أكبر شركات تخزين الخلايا الجذعية بالعالم، سيلسيف. قررنا نزور مختبر سيلسيف بمدينة دبي الطبية، وتأكدنا أنهم بيتبعوا أعلى مستويات الجودة من الرعاية والحماية، وعرفنا أن الخلايا الجذعية ممكن تعالج أكثر من 80 مرض بيهدد حياة الإنسان، مثل سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الدم والشلل الدماغي والسكري والتوحد وغيره. بما أنه سيلسيف من أكثر الشركات تطور بهالمجال، اخترت الباقة اللي بتشمل توفير علاجات غير محدودة. كتير ناس مو عارفين كيف بتصير هاي العملية. عند الولادة بتاخد معها المرأة هاي الحافظة من سيلسيف، وبتطلب من الطاقم الطبي بالمشفى الاحتفاظ بدم وأوعية وأنسجة الحبل السري وأنسجة المشيمة بحسب الباكج اللي هي مختارتها، وبعدين بتتصل على فريق سيلسيف اللي بيجوا على المشفى وبياخدوا منها هذا البوكس على المختبر، واللي بدورهم بيقوموا بتخزينها لخلايا جذعية فعالة.